جاهز؟ نصمم لنا مطعمنا القديم حمزاوي هو ويا حسن حاجي و they did an amazing job. I highly recommend them الصراحة. لا جامل دكتور. نهائيا ما جامل. amazing job. مشكورة. حلو عاد؟ والله حلو الصراحة. صدق؟ أصلاً سولدات يبنى زيادة. الكندل. نصيحة أكثر. أوكي تبي؟ حق الشو القبل الاخيره زين عندكم طبعا دكتور القلوب حبيبي مسلسل ماله قاعد يصور اليوم الحلقه الاخيره لازم تشوفونها باليوتيوب ان شاء الله زين يعني راح نطلع احنا كذي بالحلقه شلون البرنامج هذا قاعد يصورنا الحين بيحطنا بالحلقه يعني ان شاء الله اكيد شلون سوق اوريدي حطينا شوف كيف والله ايش قاعد اسوي لك انا كيف والله لازم تمشي لي دعم للحلقات قهوه الجراحين والانتلكتشوال شلون كان كوريا سويت والله ات واز فيري جود صراحه قلت لي اول يوم اول يوم كنا على البيكس شغالين وثاني يومين كانوا جايبين لنا يعني ناس متبرعين بجثثهم فور حق البحث العلمي اول عمليه كانت صعبه بعدين تصير اسهل بعدين تصير اسهل ف as time goes on you become more and more هو bringing the robot in وشلون تحط الارمز اول ما بلشنا في التحويل المسار نسوي الروبوت ساعه على ما نجيب المشين بعدين كان ياخذ 5 دقائق بس ما انت اوريدي ما شاء الله عليك يعني قاعد تسوي الاوبن هارت سمول انسيجن وفاست صح فما ادري ايش كثر الروبوت راح يفيدك هو something new that you have to try الو هلا 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 عليكم السلام هلا فيك ايش كثر وقت يحتاج ساعه ها والمريض شلونه توكل على الله توكل على الله هاي المستشفى في عندنا emergency case راح نضطر نسويها يعني خلال نص ساعه ساعه الا ربع راح نروح نسوي العمليه ان شاء الله والله يسهل يعني بالرغم ان الواحد جاي يطلع يغير جو ومو خفاره ولكن ساعات في مرضى تطلبك بالاسم وتضطر ان انت تلبي طلبها يعني الله يسهل ان شاء الله انا ماشي وين رايح عندي عمليه والله شنو عندك عندي emergency كابج لا والله العظيم تو دق علي زين شغل الروبوت من هنا ها من قد ماركت ان شاء الله يلا سلام ناخذ سكرابس مثلاً المفتاح بالسيارة والسيارة مو جايين فيها. Don't have my office key. I need scrubs, please. علو بنصور يعني تبني مقاس حلو. Where here? Here we need. المريض هذا عنده انسداد في المنبع الرئيسي للجهة الشمال في الشرايين التاجية للقلب عادة هذا يغذي تقريبا 3/4 عضلة القلب وإذا صار في انسداد فعادة النتيجة هي الموت المحتم تقريبا 2/3 القلب قاعد يتغذى من هذا المنبع والمنبع هذا مسكر تقريبا بنسبة 95% فباجي 5% المريض عايش عليها هذا الجزء يسمونه الويدو ميكر أو صانع الأرامل على أساس نتفادى أي مشكلة دخلنا العملية بصورة مستعجلة لإجراء عملية جراحية لزراعة
جسور جديدة بدال الشريان التاجر اللي بتصير. نفس المنطقة يعني حسه. فاهم علي؟ لو أقول لك إن هني في تسكيرة. تشوفها؟ والله إيه هذا أسود. ها؟ الأسود هو الشريان الطبيعي. إنزين؟ الأسود هو الطبيعي. إنزين؟ هني هذا الصبغة تمشي وبعدين قاعد تشوفها تمر خلال هذا العنق الزجاجة هني. صح؟ الشعرة هذه قاعد تسمح لهذا هذه الكمية من الصبغة أن تكمل. لاحظ أن هذا المكان متضيق تضيق شديد جداً جداً جداً. يعني جراحياً العملية ما هي صعبة لأنها عملية روتينية حالة حال أي عملية ثانية. عضلة القلب قوية فهذا شيء جيد. الجزء اللي يخوف اللي هو تخدير المريض والأجزاء اللي قبل ما نوصله بالقلب الصناعي. من توصل المريض بالقلب الصناعي خلاص أنت على قولتهم تتنفس الصعداء أن خلاص ترتاح لأن القلب يوقف يشتغل الماكينة إيه اللي تسوي الشغل المطلوب. المرضى هذيلي متى يتأثرون؟ يتأثرون وقت التخدير والجزء اللي هو قبل ما توصلهم بالقلب الصناعي لأن ضخ الدم ما يكون كافي فهم عرضة لأن يتوقف القلب بأي وقت. توصلهم بالقلب الصناعي ترتاح توصل الزراعات الجديدة يمشي الدم للقلب وبالتالي أنت خلاص أنت الحين الموضوع انحل أو المشكلة انحلت. الدم قاعد يوصل لعضلة القلب والخطورة نوعا ما انعدمت. باقي الخطورة عاد يكون اللي هو التئام الجرح الحركة الابتعاد عن ارتفاع السكر نزول السكر الأمور هذه الروتينية. فإن شاء الله خير.